نعم سلسلة خوخوتاتو غادي تكون في رمضان إن شاء الله كل يوم اثنين على الساعة 10 ليلا. وكيف قلت للأصدقاء ديالكم وزملاء الصحفيين الآخرين أن السلسلة احنا عملنا فيها بواحد الشكل يعني عفوي وعائلي، وكانت كانت طيبوبة وكانت محبة تسري في كل مكان. ونتمنى على الله إن شاء الله في رمضان أن الناس يحسوا وتوصلوا يعني يوصلهم احساسنا ونكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. الجديد ديالك يعني واش نعم كاين الجديد هو هذا سلسله خوخوتاتو، وكاين سيتكم في القناه الاولى اتساع في الخاطر للمخرج هشام شباري وعم ثله من الفنانين. احكي لي انت كيما على الدور ديالك في السيتكم. الدور عتيقه هي الاخت السابعه، اخت ماشي السابعه، هي الاخت الكبرى بالنسبه للخواتات الاخرى، وعندها اخ واحد معلمه متزوجه وعندها طفل ومتزوجة من شرطي يعني نقدروا نقولوا ان الهم الشاغل ديالها هي انها تغضب وتمشي لدارهم باش راجلها يجي ويبدا يحزر فيها. دونك استمتعنا كثيرا في حقيقه في هذه السلسله، وكل كل كل دور عنده مكانته وعنده الخصوصيه ديالو، وهذا ما زعما اللي علم في السلسله. ونتمنى على الله ان شاء الله الناس تبغيوها.